تسمحيلي انام جنبك قبل ما امك تصحى؟ اتفضل يا بابا. انا عمري ما كنت مبسوط قد دلوقتي. انت ايه اللي صحاك يا ست انت؟ شفت يا سارة قد ايه ابوكي مؤثر في نوم امك؟ مش قوي كده، كنت فاكراك وقعت في الحمام. وقعت؟ طب خلاص ما تبوظيش اللحظة الجميلة دي اللي بنتنا نايمة فيها.
بقول لك يا سيدي الناس، انا ممكن اخد معاك صوره، صوره واحده بس. لا انا ما بصورش مع حد الصبح، ابعد. انا مفيش حد بيقرب كده، بكلم حد. ابعد. ايه ده انت مستقل بيا ولا ايه يا عم الحاج؟ ده انا حتى معايا موبايل بكاميرا. بقول لك يا شبح، مش الباشا قال لك ما بتصورش؟ يبقى ما بتصورش. مش شايفنا قاعدين بناكل يعني؟ خلي عندك ذوق، وقتك خلص. جري يا برنس، وانت ليك فيه؟ ليا فيه. ليا فيه. مش قلبه اتنين بالك كده مدفوع معانا حريم، ما تظبط نفسك عشان ما اظبطكش. طب خلاص يا عم، ما تزقني. لا زق بالك يلا، ما تظبط نفسك يلا. كده بقى قضيت على نفسك ورميت نفسك في التهلوكه. يا فتحي ما ينفعش ده، يا فتحي ما ينفعش كده. انت يا هاي اقعدي اسكت. ايه اللي فيه؟ ايه ما تشوفوا يا جماعه؟ ارفع عليك سلاح. يلا ارفع عليك سلاح وشبرت كمان ولا بقى كمان؟ ولا انت خبت قوي. يلا زين اظبط. يلا مع نفسك اظبطك. يلا سيبني الطلعه دي يا فتحي. ايه يا انت ما سمعتش عن تعليم زين ولا ايه يا واد؟ التعليم بقى مفتوح يا عمو. مفتوح يا عدل. يلا بقول لك ايه يا عم، ما تفسر بقى ايه الطلعه دي يا فتحي؟ عيل قليل ادب. يلا يا زين. في ايه يا واد؟ مش انت ابن عيسى بتاعت الرز؟ يا عزيزه عزيزه في عينك يعني الادب؟ في ايه؟ بص بقى، روح قول لامك ان عزيزه ادتك قلمين عشان عملت شويه عوق في المنطقه مع الناس الكبار بتوعي. اتمدي ايدك عليا يا عزيزه. وعلى امك لو حاكم. طب ايه رايك انا مش هرد عليكي؟ مش عشان انت ست كبيره. ايه اللي هداك ورق عيلتك يا بعيد؟ عشان خاطر انت يا عزيزه. يا لهوي. وكل الحوار ده كله عشان خاطر صوره كنت عايز اخدها مع الباشا. ما قال لك ما بتصورش مع حد. كان ولا بود تصور معايا انا. عشان الموبايل بتاعك. اوه. مش عايز اصور انا. والله بالعافيه. وري دي صورة لأمك. روح أمك اجري. يلا اجري يا جدعان. دي حارة لمت. ده فين أيام ما كانت كلها فلل؟ فلل؟ فين؟ هنا. بس أنت اللي كنت صغير ما وقعتش. أيوة يا حبيبي. طيب أنت هتبقى أحسن دلوقتي. لا أنت كنت صغير ما توقعش. استغفر الله العظيم يا رب. بس أنت طلعت تمام يا معلم. أنا كنت فاكرك من العيال السكيميكي. لا السكيميكي إيه؟ ده طلع ابن قرود يتخاف منه. بس انت ازاي كده؟ ده انا ما عرفتكش خالص اول ما فتحت بقك وقلت الكلام الغريب اللي انت قلته ده. انت كده شفتي فتحي الصايع شويه. فتحي الصايع شويه؟ هو لسه في اكتر من كده؟ طبعا. في فتحي البرشامجي وفتحي الميكانيكي وفتحي ابن الناس. بعون الله اقعد مع اي حد اقدر اتقمص شخصيته. طب تتقمصني؟ لا يا أستاذ حمزة، حضرتك بتحرجني. وعلى العموم يعني أنا أقدر أقوم بالبرنامج ده من غير شوية النسوان العوجر دول. يا واطي. يا ابن اللذينة. فتحي كان ينفعك أيام الشقاوة يا زين. أيوة يا أستاذ. إلا أنت طفحتي كام ساندوتش لغاية دلوقتي كبدة؟ أنت هتزيد علينا لقمة؟ حاجة غريبة جدا، بعدين كبدة حلوة أوي. تسلم ايديك يا زوزو. الف انا وشيف على قلبي. تحفه. والله وجعتلي بقي. يا لهوي انا مش قادر اكمل. انت خلصت اصلا؟ انت اكلت كام سندوتش؟ بقول لك ايه يا زوزو بقى. فين الجراند سبيشال اللي انت بتقولنا عليه بالبسبوسه ده؟ عينيا حبيبتي. خد يا مونتي، ها سبع سبيشال هنا. حاضر يا معلم. عاوزه بولع. شاي يا ابني. اصل بيت الفلفل ولعني بقي، ما بقتش عارفه اتكلم. بس حلو. بالهنا والشفا. شكرا يا حيوان. عفوا. عفوا كل الناس عنده حيوان. ايه ده؟ استاذه هايخ؟ مساء الخير يا استاذه هايخ. مش عارفاني يا استاذه هايخ ولا ايه؟ في حريقه ورايا. تعال كده شوف. ما تخافش يا استاذه قوي كده، انا عارف ان الجاكيت لسه جديد. استاذه هايخ انت ما قلتلوش عني ولا ايه يا استاذه؟ مين الام في الدفع؟ ايه يا استاذ انت ما تعرفنيش؟ انا اسف. يا نهار اسود، موحه مخرج الروايه يا استاذ، ده اكبر مخرج كليتات في مصر كلها يا استاذ. انت ما تتفرجش على التلفزيون ولا ايه؟ مخرج ايه؟
تلتات يا استاذ. لا ازاي، ده عارف بكره ده، حتى لابس واحد منهم انا. حلو يا استاذ والله العظيم، انت ظريف قوي. ميرسي. انت عارف يا استاذ، انا معايا اكتشاف النهارده هكسر بيه الدنيا، لن اتخلى عنه ابدا حتى الموت. الواد ده صوته يا استاذ صوته غريب، غريب جدا. سيد حموكشة، سيد البرديشي، سيد الخرتيشي، اسمك يا ابني محمود حنبله. محمود حنبله، ابو رجل عامله زي القله. والنبي يا استاذ اسمع، غني اهو، غني غني يلا. تحبهم انت؟ قايل لي اغنيه دمرت امي جوه، قولها لهم. نفسي نفسي خلاص حبيبي، نفسي يا دنيا يا استاذ. هو نفسي عايز نفسي. بعدين نفسي في سجق مش في كبده يا استاذ. الواد ده بقى يا استاذ لفني. انا بنزل مناطق نائيه زي دي، اقعد ادور على بذور المطربين اللي زي دول، اخدهم بقى انا عندي، افرخهم واكبرهم واعملهم نجوم يكسروا الدنيا كلها. الواد ده اتفرج عليه في ظرف بتاع 25 سنه، وربنا هيغير مسار الاغنيه في تاريخ الكره المصريه. وعلى فكره بقى يا استاذ، الواد ده خامه حلوه، ما تدي لهم واحده غير نفسي دي، حاجه تانية. انا ايه، تعالي كده هيرجع. انا كلت الكبده. خد تاني يا حبيبي. وانا نايم. الله عليك يا حنبله يا عالمي، حنبله اكل الكبده ونايم، مزيكم بتاكلوها وانتوا صاحيين. ده كوميدي. ابعد.